أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معنا اليوم برائدة الأعمال المميزة والجميلة مدام شكرا. جميلة شكرا. أهلا وسهلا. أهلا فيك. بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC، ونتمنى بالبداية تعرفينا وتعرف المشاهدين المزيد عن جميلة وعن خبرتها الطويلة لمدام جميلة بمجال التجميل. نعم، نحن بلشنا الحمد لله، يعني بنشكر الله، من شي 17 سنة هون، وكتر خير الله ربنا يعني وفقنا وبقينا مستمرين لغاية هلا، ونشكر الله شغلنا حلو. ممكن تخبرينا المزيد على الخدمات اللي بيقدمها الصالون وكيف تميز بتقديم هاي الخدمات؟ نحن ما شاء الله عندنا يعني كتير كتير ما شاء الله خدمات. الشعر أول شيء، التسريحة، بعدين عندنا بيري سبيشال ميك اب، في عندنا مانيكور بيديكور، كل خدمات الأظافر، في عندنا فيشل اللي هو تنظيف البشرة والاعتناء فيها. في قسم الشعر عندنا خدمات متنوعة مثل تسريحة، قص الشعر، جميع الأنواع القصات، عندنا صبغ، جميع أنواع الصبغ، عندنا هايلايت اللي هو تلوين يعني خصل، وفي عنا كل شيء، يعني كل خدمات الشعر ومستلزمات الشعر موجودة. عنا ميك اب ما شاء الله بروفيشنال ميك اب، بنعمل الميك اب الخفيف اللي هو الاوروبي، بنعمل الميك اب الهندي، بنعمل الميك اب العربي، بنعمل الميك اب حسب كمان طلب الزبون، كل انواع الميك اب، والبرودكت ما شاء الله تبعنا كله يعني جود كواليتي. مدام جميلة، بعد النجاح الرائع خلال السنوات السابقة، ما هي الخطة والرؤية المستقبلية للصالون؟ إن شاء الله حابين نكبر إذا الله راد، وأكيد نتطور، نحن مع التطور على طول، وبنلحق كل شيء جديد وكل شيء مفيد، وإن شاء الله ربنا هيك قدرنا نبقى كمان نعمل كم فرع بعد. مدام جميلة، بالنهاية ما هي الرسالة اللي بتحب توجهها لرواد الأعمال اللي حابين يفتحوا عمل خاص داخل دولة الإمارات؟ أنا بقول لهم إنه إذا بدكم تفتحوا شغل أو بدكم تعملوا بيزنس يعني لإلكم، لازم تهتموا أول شيء بشغلكم، لازم ما تغيبوا عن محلاتكم، لازم تعتنوا بالأكيب يلي معكم، لأنه لحالكم ما فيكم تعملوا شيء إلا مع الأكيب يلي أنتوا وياه بتكونوا إيد بإيد، وتعملون كتير منيح وما تأثروا بحقهم، وهيك بتنجحوا. أخيراً، شو الرسالة بتحب توجهها دولة الإمارات على دعمها وعلى الأمن والأمان؟ شكراً كتير كتير لدولة الإمارات العزيزة، وشكراً للأمان والسلام يلي عطيتنا إياه، وشكراً للشيوخ الإمارات يلي هن نحن منعدهم شيوخنا، ويالله يطول بأعمارهم إن شاء الله عطول البلد، يعني كل ما إلها تطلع فوق. أخيراً، ممكن تخبري جميع السيدات اللي بتابعوك حالياً كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون؟ نحن فينا نستقبل زبايننا، نحن موجودين أول شيء بدبي مردف، منطقة مردف، فيهم يتواصلوا معنا على إيميل، تليفونات، الويب سايت، والسوشيال ميديا. شكرا جزيلا مدام جميلة، ومنشكر جميع طاقم العمل في الصالون، ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا لكم وميرسي كثير. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.